ألم تسمع من رسول الله مرارا حين كان يقول: أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي أبدا؟ ليس لدينا أي شك في كلامك أبدا. هذه الفضائل التي أوردتها يشهد الله أنها لا تزيد على الواحد من ألف أيضا، ومع ذلك فإنكم تسلكون طريقا تسعون إليها بأنفسكم. وأنا من أجل الله ورسول الله سوف أصبر. في هذا المكان سوف نتوقف الآن. أي مكان هذا للتوقف فيه يا أبا رافع؟ هل ألقيت نظرة من حولك؟ يا ابن عباس، وهل أمر التوقف كان مني أنا؟ هل أنت من أمر بالتوقف هنا؟ المكان هنا ليس مناسبا. كان من الأنسب لنا أن نذهب في منتصف النهار، فجواسيس معاوية ينتشرون في كل مكان. مناصرون قلائل لكنهم ثابتون. هناك ألف شخص هنا يسيرون في ركابنا، وهم الآن بانتظارهم. ألف شخص؟ ألف شخص، لا أكثر ولا أقل. مما أنت خائف يا ابن عباس؟ أسمعت ما قاله للتو؟ قال مناصرون قلائل لكنهم ثابتون. لا يا مالك، قال كلاما آخر. سمعته، قال إن ألف رجل سوف يلتحقون بعسكرنا هنا. ألديك شك في هذا؟ هل فكرت قليلا في هذا الكلام؟ أنا قلق يا مالك. ومما قلقك يا ابن عباس؟ ها؟ قبائل هؤلاء هم من أنصار أمير المؤمنين. لم أقل إنهم مع معاوية، أنا أتحدث عن عدد الألف شخص. أنت قد لا تجد أحدا يدقق مثلي في كلام أمير المؤمنين كلمة بكلمة يا مالك.
إنه الحق، خبير في الترحال. وبأي شيء ليس خبيرا؟ لا تقلق أنت، إن لم يصل عددهم إلى 1000 شخص فلن يأتوا أقل من ذلك. ألم تسمع حين قال 1000 شخص؟ لا أكثر ولا أقل. ماذا إن جاء أكثر؟ أو قل أقل. هل تعلم يا مالك أنه قد يصبح ذلك مأخذاً بيد منافقي الكوفة؟ سينسجون الأقاويل حول ذلك. علي قال 1000 شخص وقد جاء 900 أو 1001.